والسيد رئيس الجمهورية. سيدي الرئيس، أنت رئيسا لجمهورية العراق، العراق بكافة أطيافه، سنة وشيعة، كردا وعربا، إيزيديين ومسيحيين وصبة، أنت رئيس جمهوريتنا كليتنا، فلا يجوز أن يكون لك نفسا طائفيا أو عرقيا عندما تريد أن تتحدث مع الإعلام. يجب أن يكون كل الإعلاميين ومن كافة الطوائف حاضرين في لقائك معهم. لست رئيسا للكرد كي ترسل على الصحف الكردية فقط، ولست رئيسا للسنة كي ترسل على الصحف السنية فقط. يجب عليك، وهذا ليس أمرا ولكنه تصحيحا لعملية قمت بها أو قام بها مكتبك الإعلامي، كان عليك أن تسأل من هؤلاء؟ هل يمثلون كافة أطياف الشعب العراقي؟ سيدي الرئيس، يا رئيس، شنو الموضوع؟ إذا رئيسنا طائفي، إيش بقى؟ إذا قمة الهرم تفكر بطائفية، إيش بقى؟ شنو الموضوع يبا؟ هاي هم القطعة مال مام جلال اللي هساها باقية؟ مكتب الإعلامي السيد الرئيس؟ بس هذني الصحف اللي موجودة؟ احنا نعرف انه المكتب الاعلامي او السيد الرئيس من يريد يدز على الصحف اكو نقيب للصحفيين، نقيب هو اللي منح هذه الصحف الاجازة بالصدور، يطلبون من عنده انه يدز ممثلين عن الصحف الصادرة بالعراق، الصحف التي وقفت بكل شرف ضد أعداء العراق وقامت بكافة وسائلها الإعلامية بنشر الحقائق عن عدو العراق. أليس من المفروض أن يقوم المكتب الإعلامي لفخامة رئيس جمهورية العراق بالاستئناس أو طلب الرأي من نقيب الصحفيين؟ مو هذا المفروض سيدي الرئيس؟ مو هيجي؟ شاي طق بطق. احنا نطالبك أما بالاعتذار أو بالإرسال على السيد نقيب الصحفيين العراقيين لمقابلة الصحف التي لم تقابلها، أو تعتذر رسميا عن قيام مكتبك بهذا الحادث، هذا الحادث أو هاي الحالة. عيب 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 مكتب إعلامي لرئيس الجمهورية يدز على صحف من طائفة معينة من قومية معينة ويترك الباقين. عيب عيب رئيس جمهورية العراق. انتو المكتب الاعلامي لرئيس جمهورية العراق، مو هيك الحكي خالي، الحكاية طق بطق. اذا ما تعرفون شغلكم عفوها للشغلة، عفوها. سيدي الرئيس، نطالبك بمعاقبة من قام بهذا الفعل، ونطالبك بأن تقدم اعتذار شخصيا
إلى هذه الصحف التي لم تعلم بمؤتمرك أو استقبالك للصحفيين؟ الحشاية طق بطق. احنا هناك قناة النهار عراق الفضائية من نحكي هذا الحكي، متألمين من داخلنا، متألمين بداخلنا، لأنه دنحس أنه أكو نفس طائفي أو عرقي قمة الهرم برئيس الجمهورية، والمفروض رئيس الجمهورية هو راعي للدستور. سيد الرئيس، هاي الحكاية أقدمها لحضرتك وأقول لك فيما لا. لا إله إلا الله، أنا أقول له.